عرفنا ليه موضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن زيزو سيبقى. وجه رسالتك لافضل لاعب في مصر بلا منافس. خلونا نروح نشوف جمهورنا على السوشيال ميديا وجه له رسائل بتقول ايه. والبدايه من عند سلسبيل، صباح الخير عليكي. زيزو احسن لاعب في مصر وشاري النادي، وده يخلينا نحبه اكتر بجد. مش هشوف زي زيزو، لعيب محترم وتفكيره عالي جدا يليق بالنادي، غير انه لاعبي المفضل وقدوه للناشئين، واتمنى ان هو يستمر دايما لانه معشوق من الجماهير، وان شاء الله هيحقق اللي نفسه فيه ويبقى الهداف التاريخي لنادي الزمالك، وربنا معاه في اللي جاي. وعايزه اقول له اني بحبه قوي بجد، زيزو ملك اللعبه. سعد ياسر، صباح الخير عليك. الزمالك كيان كبير وفخر لاي حد مهما كان هو مين. ده اولا، زيزو ماضي وحاضر ومستقبل الزمالك. عيسى محمد، صباح الخير عليك. زيزو احسن لاعب في مصر ومن افضل لاعبي القاره وشاري النادي، وده طبعا يدل على عقليته الكبيره، ومش هشوف لاعب زيزو او زي زيزو. لعيب محترم وتفكيره عالي جدا يليق بالنادي، وطبعا هو قدوه للناشئين والاجيال القادمه، واتمنى انه يستمر دايما لانه معشوق من الجماهير، وان شاء الله هيحقق اللي نفسه فيه ويبقى الهداف التاريخي للنادي، وربنا يكرمه في اللي جاي ويبعد عنه الاصابات ويحميه يا رب. بحبك يا زيزو. ابرار احمد، صباح الخير. كل بتقول طبعا زيزو مكمل مع النادي اكيد علشان يكمل تاريخه. زيزو زملكاوي مننا اصيل زينا، افضل لاعب في مصر بلا منازع، وفي اسوأ حالاته بيبقى حلو بيحرز الاهداف. هو معشوق لجماهير الزمالك وهو عاشق للجماهير، هو مش مجرد لاعب بس، ده اخلاق واحترام وادب ورجوله في الملعب وبره الملعب، عمره ما هيسيب النادي ان شاء الله. زيزو مكمل تاريخه. عزيزه احمد، صباح الخير عليكي. زيزو هو الاصل، احسن لاعب في مصر. مصطفى جمال، صباح الخير عليك. رسالتي لزيزو، انت فرحتنا وفرحت الزملكاويه كلها، واحسن لاعب في مصر وافريقيا وايقونه واسطوره، السوبر زملكاوي ان شاء الله. مصطفى عبد الرحيم، صباح الخير عليك. رسالتي لزيزو، احسن لاعب في مصر. انت احسن لاعب في مصر وفي افريقيا، وبتلعب في احسن نادي في افريقيا، وبيشجعك احسن جمهور في العالم، واللي بيدعمك ودايما في ظهرك، وان شاء الله تستمر رحلتك مطوله معانا وتعتزل داخل جدران نادينا الحبيب نادي الزمالك، وتبقى الهداف التاريخي للنادي، وان شاء الله تحقق المزيد من البطولات مع نادي الزمالك، وتبقى ايقونه للاجيال القادمه ان شاء الله. زملكاوي افتخر، عاش الزمالك وعاش حبه في قلوبنا. اسلام جمال، صباح الخير عليك. رساله زيزو، انت فرحتنا قوي، ربنا يفرحك ويسعدك زي ما اسعدت الملايين الزملكاويه اللي بتعشقك، واثبتت فعلا انك افضل لاعب في مصر وافريقيا كمان، واللي يختار الزمالك هنشيله في عيوننا، انت ايقونه نادي الزمالك يا زيزو، وربنا يوفقك ويكرمك في اللي جاي يا رب، وتفضل معانا طول العمر، بنحبك يا زيزو. احمد، صباح الخير عليك. بيقول طبعا بالنسبه لموضوع الحلقه، احب اقول انه لاعب لا جدال عليه، واتمنى بقائك حتى الاعتزال، واتمنى توصل رسالتي لبقيه اللعيبه انكم تبقوا ايد واحده لحصد جميع البطولات. تهاني، صباح الخير عليكي. زيزو افضل لاعب، وان شاء الله يركز اكتر واكتر. الزوز ده حبيب الزملكاويه، ان شاء الله السوبر زملكاوي، كل الدعم للفريق. يعني الحقيقه الجمهور مش كاتب رسائل، يعني انا الحقيقه حبيت قوي انا وفريق الاعداد ان احنا يعني نستعرض معاكم اكبر قدر من الرسائل، ولكن الناس مش كاتبه رسائل يا جماعه، الناس كاتبه له قصايد يعني، وده بيدل على قد ايه في حب غير مشروط لزيزو، وقد ايه ده خبر فرح كل الزملكاويه، وقد ايه كان عليه يعني عليهم ضغط، وقد ايه كانوا مستنيين يعرفوا يعني قرار زيزو هيكون ايه، وقراره بالبقاء فعلا فرق مع كل الزملكاويه. يعني الخبر فعلا تحسه ان هو افلج قلوبنا كده، وان احنا فرحنا فعلا قوي قوي لما عرفنا ان زيزو، وده باين قوي في كتابه حتى الناس لرسائلهم لزيزو. وانا بقول لكم مش كاتبين رسائل، الناس كاتبه قصايد فعلا لزيزو، اكيد زيزو واصل له على فكره الكم ده من المشاعر ومن الحب.